اهلا بيكم اعزائي طلبه الصف الرابع الابتدائي، وهنستكمل الدروس اللي هي الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. خدنا الدرس الاولاني اللي هي الزراعه وتربيه الحيوان وصيد الاسماك. الدرس الثاني النهارده بيتكلم عن التعدين والصناعه والتجاره، برضو من ضمن الانشطه الاقتصاديه اللي الانسان المصري او الفرد في مصر بيشتغل او ممكن يشتغل بيها. اولا التعدين. يعني ايه تعدين؟ التعدين يعني انا بستخرج المعادن ومصادر الطاقة الموجودة في بطن ارض، معدن زي الحديد والفوسفات والذهب، ومصادر طاقة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. دي اللي بحصل عليها من عملية التعدين. طيب ايه هي اهم المعادن واماكن استخراجها؟ اول معدن زي معدن موجود في الواحات البحرية بالصحراء الغربية، والفوسفات ده موجود في منطقة ابو طرطور بالصحراء الغربية، وأما معدن المنجنيز ده موجود في منطقة أم بجمة بشبه جزيرة سيناء. أما بالنسبة للذهب ده موجود في منجم السكري بالصحراء الشرقية. نفس المعلومات دي إن شاء الله الترم الأولاني في سنة خمسة هناخدها. طيب إيه مصادر الطاقة اللي يمكن استخراجها في مصر؟ ممكن استخرج الفحم، وبجيبه منين؟ بجيبه من جبل المغارة ده في حتة في سيناء. وممكن استخرج البترول، وده بقى موجود في بكميات كبيرة في خليج السويس والصحراء الغربية وبعض حقول خليج السويس زي حقل مرجان. وممكن استخرج من مصادر الطاقة الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي ده بقى موجود في شمال الدلتا، اما في حقل ابو ماضي او في الصحراء الغربية. لكن بالنسبة للتعدين، الجزء الثاني من الدرس اللي هي الصناعة. يعني صناعة، ما المقصود بالصناعة؟ الصناعة انا بحول المواد الخام الى منتجات لسد احتياجات السكان. حاجة بغير شكلها بتنفع احتياجاتي، زي مثلا ان انا بحول القطن الى ملابس، حولت القطن كمادة خام الى حاجة تسد احتياجاتي من الملبس. طب هل الصناعة في مصر محتاجة مقاومات عشان تبقى موجودة؟ طبعا المصنع عشان يبقى موجود لازم يتوفر له حاجتين زي الزراعة كده، مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. المقاومات الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة زي مواد خام، يعني محتاج مواد خام في الزراعة والحيوانية، مواد خام زراعية وحيوانية ومعدنية. مواد خام زراعية زي ايه؟ زي القطن. مواد خام حيوانية زي ايه؟ زي الجلود أو الألبان. مواد خام معدنية زي ايه؟ زي الحديد مثلا. طب مصادر طاقة كعامل طبيعي؟ اه عامل طبيعي، محتاج فحم أو بترول أو غاز طبيعي عشان أشغل المصنع. إذا المقاومات الطبيعية مهمة جدا لقيام المصنع. وبرضه ما اقدرش انسى المقاومات البشريه. طب ايه اللي محتاجه من البشر عشان المصنع يشتغل؟ محتاج ايدي عامله مدربه وشاطره تشتغل في المصنع تنتج، محتاج راس مال، محتاج وسائل نقل، ومحتاج اسواق، زي بالظبط المقاومات البشريه لقيام الزراعه. طيب ايه الخامات اللي بتدخل في الصناعه؟ عندي خامات في الزراعيه، زي خامات زراعيه زي ايه؟ زي محاصيل الذره مثلا بصنع منه الزيت، او قصب السكر بصنع منه السكر. طب ايه الخامات الحيوانيه زي ايه؟ زي الصوف بيتم غزله وبصنع منه خيوط الملابس الصوفيه، او ممكن جلود الحيوانات، دي خامات حيوانيه، دي بدبغها وبصنع منها الحقائب والاحذيه، يعني بغير من شكلها وبلونها وبعمل منها الشنط والاحذيه اللي بنلبسها. طب عندي خامات معدنيه زي ايه؟ زي خام الحديد بيتم صهره، يعني ان انا اسيحه على درجة حرارة عالية وبصنع منه سيارات وآلات وغيرها. ده كان بالنسبة للخامات المعدنية. طيب ايه هي انواع الصناعة؟ الصناعة نوعين احبائي الطلب، صناعة ممكن تكون يدوية وصناعة تكون حديثة. يعني صناعة يدوية؟ الصناعة اليدوية هي الصناعات تتم داخل المنازل او الورش الصغيرة. طيب اما الصناعة الحديثة دي صناعة بتتم داخل مصنع كبير في آلات حديثة. طيب ايه اللي بيميز الصناعة اليدوية؟ انها بتعتمد على المهارة اليدوية، ان واحد يكون شاطر بيعمل حاجة مهاري بإيده. اما اللي بيميز الصناعة الحديثة انها بتضم عدد كبير من العمال والفنيين المدربين على الآلات واستخدامها. طب ايه هي أمثلة الصناعة اليدوية؟ الصناعة اليدوية بتمثل في صناعة السجاد اليدوي، وبتمثل في صناعة بتمثل في صناعة السجاد اليدوي. أما أمثلة الصناعة الحديثة زي إن أنا أصنع سيارات أو أصنع أدوات كهربائية أو أصنع ملابس وغيرها. ولاحظ
ان اقتصرت الصناعة في البداية على الصناعات اليدوية، وبعد كده اكتشفت بعد اكتشاف مصادر الطاقة. اول ما عرفت مصادر الطاقة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، بديت اعرف المصنع وبديت انتقل الى الصناعة الحديثة. طيب ايه هي الصناعات اللي موجودة في مصر وموجودة فين؟ ده اللي يهمني. الصناعة اللي موجودة في مصر زي صناعة الحديد والصلب، ودي موجودة في القاهرة واسكندرية. في صناعة تانية زي الصناعات الكيميائية، اللي هي ايه الصناعات الكيميائية دي موجودة فين؟ الصناعات الكيميائية اللي هي صناعة الأدوات الكيميائية المختلفة، ودي موجودة في القاهرة واسكندرية والسويس ودمياط والإسماعيلية. صناعة الأساس اللي هو خشب، بصنع منه الأساس بتاعي اللي هو الدواليب والأسرة وغيرها، دي موجودة في القاهرة واسكندرية. ولاحظ إن مصانع زي الإسمنت دي، صناعة الإسمنت دي موجودة في أسيوط والقاهرة واسكندرية والبحيرة وشمال سيناء. الغزل والنسيج برضو صناعات بتعتمد على القطن والكتان، ودي موجودة في القاهرة واسكندرية وأسيوط وبني سويف والغربية والأليوبية والشرقية. وفي مصانع لتجميع السيارات، دي موجودة في القاهرة واسكندرية. وفي صناعة الألمنيوم، ودي موجودة في قنا. وفي صناعات غذائية، صناعات غذائية زراعية موجودة في القاهرة والفيوم، وصناعات غذائية مواد خام حيوانية زي الأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة. ده كان بالنسبة للصناعة. الجزء الثالث أعزائي الطلبة، التجارة ما دام هناك إنتاج وهناك حاجة لاستهلاك، إذا لابد من نقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طالما في ناس بتنتج وفي ناس بتستهلك، إذا لازم أنقل الحاجات اللي بتنتج إلى الأماكن اللي بتبقى موجودة، الأماكن اللي يتم استهلاكها في السوق يعني. طيب معنى تجارة؟ التجارة يعني عملية بيع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات. التجارة نوعين، ممكن تكون تجارة داخل مصر أو داخل الدولة، وتجارة خارجية. التجارة الداخلية هي عملية بيع وشراء السلع داخل الدولة، أما التجارة الخارجية هي عملية بيع وشراء المنتجات والسلع بين الدول. طيب مصر بتقوم بتصدير يعني بيع سلع كثيرة للخارج، كما انها بتستورد يعني بتشتري سلع اخرى من الدول بره. طب ايه هي امثلة للتجارة في مصر؟ التجارة متمثلة في اما عن طريق القمح، انه ينقل من المزارع للمصانع لكي يطحن لصناعة الخبز. اما امثلة التجارة برضو الملابس المصنعة، انها بتنقل الملابس المصنعة الى السوق عشان تتباع. طبعا برضو امثلة التجارة في مصر الخضروات والفاكهة، بتنقل من المزارع الى اسواق الاستهلاك. طيب يا ترى ايه هي عوامل اللي بتخلي التجارة في مصر متقدمة او مزدهرة او هي رائجة او رواج وازدهار هذه التجارة ايه؟ اولا موقع مصر المتميز، ده بيساعد التجارة وبيخليها متقدمة. رقم اتنين تقدم وسائل النقل والمواصلات. طيب يعني لو جالي سؤال بما تفسر ليه بتتقدم التجارة في مصر، هقول بسبب توافر موقع مصر المتميز ووسائل النقل والمواصلات. التجارة بتحتاج إلى وسائل نقل جيدة. طيب وسائل النقل اللي في مصر ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون نقل بري، بتمشي على الطريق زي السيارات والسكك الحديدية، ونقل جوي زي الطائرات، ونقل مائي زي نهر النيل، ونقل بحري متمثل في البحرين اللي هو البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس. وكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا الدرس الثاني من الأنشطة الاقتصادية في بلدي، اللي هي التعدين والصناعة. إلى اللقاء.